أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل البسملة من الفاتحة؟ وهل لابد من قراءتها في الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة؟ الصحيح أن البسملة آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، إلا ما جاء في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل، أما ما عدا ذلك فهي آية مستقلة من القرآن وليست من الفاتحة، فالإتيان بها قبل الفاتحة أو قبل غيرها من السور سنة، تركها لا يضر ولا يؤثر على الصلاة، هذا مذهب الجمهور. ومن العلماء من يرى أنها من الفاتحة، فعلى هذا تجب قراءتها ولا تصح الصلاة بدونها، لكن هذا قول مرجوح. نعم.